بالنسبه لي انا اجي تقريبا كل اسبوع اجي لشغل فراغي واقتني الكتب الهادفه المهمه اللي تفيد الانسان حياته العامه. واهم الكتب اللي انا احب اطلع عليها هي الكتب الدينيه اللي تجعلك اللي تخليك شلون تتحدث مع الانسان، شلون تتعامل مع الانسان. هاي رساله الادب في علم اداب البحث والمناظره. يبين لك الكتاب هذا المواضيع اللي يدخل بها المناظره. اكثر اقبال يعني صار كتاب العقل الفقهي ومجله اخلاق. البارزه هي كتب رساله في اصلاح العقل المؤلف سبينوزا، يعني هذا ككتاب فلسفي يعني برز وصار عليه طلب. اكو اطياف فلسفيه، كل عايش بالتفلسف، اكو عندنا فلسفه تاريخ فلسفه القرن العشرين.